خاصة الجمهور ديالنا الحبيب كامل داخل وخارج أرض الوطن، معنا الفرقة الكبيرة والعملاقة تقادة شخصيا واحد بواحد. شكرا، خليكم الكلمة اليوم. نفس التحية يعني بكل ما فيها من حب ومحبة وإخلاص وتمنيات للمطارة ديالنا والمغاربة كلهم داخل المغرب وخارج المغرب. كنحييكم كنحبكم محبة خالصة. تقد احنا متواجدين الان هنا في هذا الاستوديو الجميل مع اخونا وحبيبنا خويا هشام زريقة، وحنا الان تنشتغلوا على واحد الجينيريك، يعني واحد شنو نقولوا له، وصله موسيقيه، يعني المقدمه ديال واحد يعني ديال الكاميرا الخفيه اللي غادي تكون ان شاء الله في رمضان باللغه الامازيغيه ان شاء الله. هذا ان شاء الله تنتمناو ان شاء الله النجاح، وتنتمناو يعجبكم هذا الجينيريك ديالنا ان شاء الله. وتحيه لهذا الراجل زريقه. عندنا معاه مشروع جديد ان شاء الله غادي، حيت هو كفنان وكتقني وكرجل متمكن من المهنه ديالو، وخونا عزيز علينا، غادي نشتغلوا جميع وغادي نخرجوا في اقرب وقت شي حويجات اللي هما غادي يعجبوا المتتبعين ديالنا وشبابنا ان شاء الله. تحيه من السي عمر الدخلوص ومن السي محمد العقلي ومن السي خالد فضلي والاستاذ مصطفى الطاسي وخويا دريس القصاب. شكرا. صاحب الكومانجي الجديد مع التقادة والسر الروداني. الروداني السر الخشبي. تبارك الله عليكم. شكرا. ديما تقادة.